عندك وصية؟ والله أي واحد تكلمت عنه قلت شيء عنه سامحني والله. فلوس الدوب يدفعوها. سووا سبسكرايب لايك تابعونا. اهلا وسهلا فيكم في برنامج الجدول، البرنامج اللي كان معاكم طول الفتره الماضيه يعلمكم على الاماكن الجديده اللي في الدوحه والاماكن السياحيه اللي ممكن تزورونها. والبرنامج مش بس لقطر، لجميع انحاء العالم. تعرفون على السياحه الموجوده عندنا في الدوحه، تشوفونها وتكتشفونها معانا. واليوم احنا في اكتشاف جديد، بس انتم دائما متعودين ان في واحد وياي. هو وينه؟ هو موجود هني بس انا لازم اروح اسحبه، فخلص تمريني واروح اجيب سعود من المكان اللي هو فيه. بس نراحه خلاص، وايد ريحنا، يا وقت شغل مره ثانيه. لا والله خوجت يعني ما اطلع 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 ادري تسمع تحت ما يطلع. انا قاعد ادورك مكان لمكان وران تصوير. قم قم اطلع وراي، حجزت مطعم، قم بروح نتغدى بعدين بنتمشى. قم قم هاي اقول له وراي تصوير، اقول له حاجز مطعم صورني بعد. ترى انا اقدم برنامج الجدول، مش برنامج سعود ويوميات ايش قاعد يسوي. زين انت بتطلع حط يدك سعود وران تصوير، بخليك تهون. حط يدك وران تصوير. مشينا الى هنا، وصلنا حق تم. سووا سبسكرايب لايك تابعونا. مش انت عايش امشي. في الوقت اللي انت فيه مريح ايه؟ قاعد لي واحنا ورانا تصوير ورانا شغل. يا اخي الجو يقول تعال اسبح. لا انت اللي مريح ورانا شغل سعود. انا جيت هنا اكتشفت المطاعم اللي عندهم، اكتشفت ان عندهم اربع مطاعم. احنا في واحد من المطاعم هاي اللي هو مطبخ هندي، زين، وفي عندك المطعم الايطالي وعندك التايلندي وفي مطعم رابع يعني يشمل كل شيء مع بعض تقريبا. شوف انا الايطالي والتايلندي مجربهم وما عليهم كلام. ما شاء الله مخلص كل شيء. يعني ليش قاعد نسوي هالمكان اول مره؟ هالمكان اول مره صح. اوكي يعني هاي الكريتيف الاختيار موفق. زين جرب شوف ذوقي، لازم تجرب عشان لا تقول بعدين ان انا مو قاعد مخرب عليك جوستك، لان انا فاهم الحين حلو يا الكوكونات بس لونه بنفسجي. بس شلون جوستك هنا الحين لحد الحين؟ والله مستمتع. مسوي سياحه في الدوحه داخل الدوحه؟ طبعا السياحه الداخليه جامده. تشوف الواحد ما يبي يوقف، كل اسبوع يرتب له جدول. اللي يودي هلا، اللي يروح مع ربعه، يروحون فنادق يحجزون، غير هاي الاماكن الترفيهيه. يعني السياحه عندك ما يحتاج اصلا، ليش تسافر؟ صح. انا اصلا اقول حق نفسي الكلام، اكلم نفسي. ما شوف هو اصلا انت عندك قطر السنه هذه هي عاصمه السياحه على مستوى العالم العربي. صحيح. بما معناه ان في اماكن وايد ممكن تروح لها، فاحنا انا وياك المفروض شو نسوي الحين؟ ناخذ العالم وناخذ الناس اللي من برا. يعني احنا البرنامج مو بس حق اللي في قطر، نوريهم اللي في قطر شو اللي صاير، بعد حق الناس اللي برا ان احنا نوريهم شو الاماكن اللي ممكن يزورونها في الدوحه. وانا وياك راح نبين لهم شو الاسباب. احنا وظيفتنا نكون ماجلان وبن بطوطه ولا كولومبوس وبن بطوطه، هذه السياحه اللي في قطر. زين كل، لانه الحين ورانا اماكن وايد نروح نكتشفها في المكان هاي. ترى المكان هاي جزء بسيط من اللي احنا قاعدين فيه. لو تلاحظ كل الاماكن تقريبا خصوصا هالمكان عنده الخدمات كلها اللي تبيها،
سواء سينما، بولينج، مدينة ألعاب، مولات، فندق، مكان، يعني سكنك خلاص يكفيك. بعد عشان غداء نوفمبر نروح؟ لا بناخذ بجولة. وين؟ أنت قلت لي أكلت هني في المطاعم أو جربت المطاعم هني يعني صح؟ صحيح. بس بقلنا الجولة على المكان كله عشان نبين حق الناس أن أنت مش محتاج تسافر برا الدوحة عشان تكون برا الدوحة. صح. ممكن تعيش في الدوحة وتسافر إلى الدوحة، يعني اللغز. خلاص. فبنروح بنخلص أكلك، خلص أمورك، يلا. نطلع من هني وبمشيك. ونتوكل. صراحة أنا أخذت فرق قبل لا أجيك. واللوبي له قصة. بعد. إيه. قصة وش؟ عن عناصر الحياة. عندك هالمكان أزرق اللي هو الماء. عندك المكان الثاني الأحمر اللي هو النار. وعندك مثل ما تشوف الشير. إيه يا أخي أنا تدري اللي قلت لك تباي شير. تحس إني قاعد بغابة. عناصر الحياة. الماء والنار والأكسجين. ولونها أحمر كذي. الحين إحنا دخلنا جهة النار. إيه. النار. أنا شوف تلاحظ الشير في كل مكان. شوف اللوبي الحلو فيه ترى وايد مميز غير عن أي لوبيات الفنادق الباقي اللي إحنا دخلنا له تيك شوي طبيعية صح كلاسيك. صح. يعني اللوبي العادي هيك طاولة ريسبشن أي وموظفين قاعدين مبتسمين لك تفضل حياك. بس هذا تحس الحين طلعنا من مكان رحنا مكان ثاني. أقول لك أبيك تقعد. أو في كيك أظن إحنا جينا المكان الصح. هذا ما له داعي تطلع غرفة. شوف أنا أخبر عندهم كيكة كانت سيجنتشر أعتقد ما أدري إذا هي ولا لا إنما بس حق الفندق. انفيشن حط على حساب الغرفه اي عم اكيد عادي اكيد عادي اكيد عادي. شو هاي الفائده لما انت تدخل فندق وتلاقي واحد من ربعك كل اشرب مارس كل شيء تقدر تمارسه هنا وحط على حساب انت رايح فندق ليش رايح تغير جو رايح تستانس رايح تكسر الحاجه واذا حصلت فيديو قاعد هني اسوي كل شيء تبيه وحط الحساب على كم غرفتك تستانس مشكله غرفتك مجامله غرفتي يعني الله خوش منظر. أول شيء عندكم الفيو ولا أروع، تشوف الدوحة بكبرها من مكانك هني والصالة وسعة مثل ما تشوفون. غرفة الماستر بادروم. أول شيء لفت انتباهي الديزاين، تشوفوا المزج بين الكلاسيكي والمودرن في نفس الوقت. وانا الصراحه باخذ بريك وانت روح لحق محمد. يمكن من الاشياء الكثيره اللي تميز هذا الفندق ان كميه الراحه اللي فيه. انت الحين لما تقعد تقعد بهدوء تام معاك الفيو الحلو اللي هني ممكن تشوفه اللي اطلاله ابراج الدوحه عندك هني بالاضافه حق الاماكن الثانيه يمكن تشوف مين الدوحه الحدائق الخضراء اللي موجوده دار مدار الدوحه بالاضافه انك تاخذ لك وقت حلو انك انت تريح فيه وانت في قطر. على طاري السوالف الراحه انا مش عاجبني موضوع ان في واحد مرتاح قاعد لا شغله لا عمله خلا اروح له اشوف غرفته لان اللي سمعت انه معطينا غرفه اكبر مني وهي راح تصير فيها مشكله ما راح اسكت عنها بس خلني اروح اشوف ايش قاعد يسوي. برضو خليني ما أزعج سعود ما ينسمع مستحيل يعني إذا سعود نايم خاف استوى يا أخي شو نش دعوة ما مرت نص ساعة حتى ما تخلي واحد نص ساعة شنو وخر خاطر غرفة عبيت شو الغرفة عام الله 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 ليش تي وسعة ليش غير أنت تشرح الصدر ليش غير حظ لا مو بحظ كلش مو بحظ كلش مو بحظ بس ترى كل الغرف كبار هني انا حتى ترى غرفتي مو صغيره زين ليش قاعد قال لك ما في الا سويتات الحين زين ليش قاعد الحين يلا قوم بدل بروح نتمشى بس ما بس غترش يلا طبعا معانا الاستاذ حسام هو اللي راح يعطينا فكره عن المكان وعن النقاش اللي صار بيني وبينك قبل شوي ان غرفه من اكبر وليش غرفته هو اكبر وغرفتي ذا شغله ايش رايك نكمل يعني نكمل الكلام واحنا بعدين صح احنا واقفين صح ما تفضل تفضل صح تفضل نسينا عمرنا شوي استاذ حسام ممكن تكلمنا اكثر عن الفندق وتعرفنا عليه والاشياء اللي موجوده فيه سو احنا الفندق مكون من التاور اللي احنا قاعدين فيه اللي هو الغرف والسويتات الفندق يعني 126
سويت وغرفة، وكمان في عنا 225 شقة فندقية. حلو. مع الجيم فاسيليتي وأوتدور وإندور بول. والجيم كجيم ورياضات موجودة؟ نعم، في عنا جيم موجود فولي إكويب. ممكن هلا ناخذ لفه في وقت نروح افرجيكم الافكار. احنا جايين ناخذ لفه. يلا فينا ناخذ. انا عن نفسي لا، بس باخذ انا بحق الطريق. يا حق الطريق عشان اخلص عشان اتخلص بطاريه. غرفتكم بصراحه ولا اروع، بس كان زعلان يوم دخل غرفتي يقول في غرفتي كاوس. في تلاعب صار، في تلاعب انا متاكد صار. فانا بنعرف الاحجام اللي عندكم. بتبتدي الحجم هي 60 متر مربع بتكون الريتريت اللي حضرتك قاعد فيها، وبيرجع السويت اللي قاعد فيه 90 متر مربع. شفت؟ قلت لك اكبر. اوسع. اي لا انا كنت قاصد قلت لك اكبر، انا ادري. الحين احنا مستر حسام الطابق الاول متجهين حق الشيء اللي نقدر نقول يميز الفندق هذا. مظبوط، هذا الطابق الاول بيوصلنا بقلب المول اللي هو برانتان. اوكي. في جسر بيوصلنا بالمول، والجسر الثاني بيوصلنا على السبا والشقة الفندقية. هاي معلومة جديدة الصراحة، انا اول مرة ادري عن هالجسر. يعني من بالكارت. يعني انت حرفيا ما له داعي تطلع من الفندق إذا أنت حادث فيه عشان تمشي في الأماكن اللي هني. كل شيء من الفندق. هيدا هون المول توصله البرانتا. أو الممر شيء ذكر فيه. ممر السعادة. ممر السعادة. الممرات الحلوة. أحس إنك دخلت مكان ثاني. إيه. صار. الخضار اللي هني. زين استاذ حسام، احنا قبل شوي كنا نتكلم نظام الشقق اللي هنا عندكم مش بس اسبوعي او يومي، عندكم عقود سنويه. عندنا عقود سنويه، في عندنا لكينا نزلاء قاعدين لمده سنه، عندهم الفاسيلتي الخاصه تبعهم مثل المسرح الداخلي مثل هذا اللي شايفينه هون، ريكريشن سنتر، جيم، سبيننج روم، الفاسيلتي الخاصه فيهم غير الفاسيلتي اللي موجوده مفصول قلب الفندق وغير ايوه مفصول على الفندق. 100% هذا كله لف داير مدار هدول الاشياء الفندقيه. شقة ثلاث غرف نوم. حلو. مساحتها 260 متر مربع. كلهم عندهم بالكونيز، وفي عنا شقة بتجي على طابقين اللي هي بتجي دوبلكس. الله، هاي بلكونه. اهم شيء الفيو. هاي يسمونها بلكونه صح، تقاعد مريح. كم طابق موجود للشقق الفندقيه؟ 8 طوابق. اخر طابق اللي هو في البنت هاوس اللي بيجوا على طابقين. ايوه، بيجوا يا 3 بدروم بنت هاوس ولا 4 غرف بنت هاوس. حلو. هاي احس اللي ياخذ احلى. مساحتها تقريبا بتوصل لحوالي 420-430 متر مربع. وسيعه والله بيت. وكل واحد ساكن معنا بالنسبه للسنوي عنده اكسسبيليتي لكل البروجكت. حلو والله. احنا نقعد شوي نشوف الغرف. انا بشوف تروح تشوف الغرف. خلاص انا بقعد هني. روح تشوف الغرف. أنا تهمني البلكونة وايد بصراحة. عندنا ست غرف، كل غرفة نوم عندها ميزتها إنه حمامها منفصل. حلو. ثلاث غرف، الغرفة اللي هلا قدامنا هي كوين سايز باد، الغرفة الثانية بتكون بسريرين منفصلين توين، والأساسية بتكون كينج سايز باد. البلكونة من الصوبين. مظبوط. المعدة الثانية بتكون هي مطلة على المدينة. أيوة. وهيدي مساقبة بتطل على البادل كورس اللي موجودين عندنا. أشوف. جميل. يعني صدق انه سحبني من اجازتي، لكن هالمكان علي خلاص اعتبره مني. انا باخذك الجوله. بس تبي الصدق، انا ترى اول مره ادخل العاب في مكان مسكر في الدوحه. هي الالعاب اظن حق كل الاعمار صح ولا؟ صحيح. انا توقعت ان مكان مسكر بتكون اكثر حق الاطفال. لا لا، حق الكبار والصغار. انت سؤال، لازم الالعاب اللي ادخلها لازم افصخ كابي؟ ترى هاي سر سيفتي يا اخي، سيفتي. ما هاي سر صار سنين قاعد احاول احافظ عليه. انا اللي اتضرر مو بس انت. انا يبي يطير بطينك يعني. شكرا. قدام قدام.
ويا جماعه يعني ما دام دخلنا كوست بنبتدي باول لعبه هاللعبه والمفاجاه جايه يا محمد اكثر من شيء هذا بدايتها يا سعود عندك وصيه الله اي واحد تكلمت عنه قلت شيء عنه سامحني فلوس الدوب يدفعوها غمض عينك طول روح يا امورك طيبه اكيد طول اكثر من جيت نمنع فوق الثانيه أنا عاجز عن الكلام في اللحظات هاي الناس اللي أدرينين يرتفع عندها أنا يختفي انصتم يقولوا مغمض وين مكان مغمض تشمني جايبك حق أطول برج هبوط داخلي في العالم أنا قلت يمكن داخل الدوحة لا في العالم وما أخذ موسوعة جينيس داخل موسوعة جينيس إيه شوف التصاميم هنا على البترول الحفر يروي لك العمق على البترول أنت عشان أنا تغديت يعني. بدون ما أقولك شنو تغديت تبي تعرف أنا قايل لك يا أخي تبي تغديت مع بعض يا أخي المطعم الهندي بس إيه يعني لا بس أنت بتعرف شنو تغديته يعني أنا قلت لك قم نهضم لا أنت ما تبي تهضم يعني هاي أظن اللي هو ينزل تحت شوف الطول هني حدد لك الطول لا طالع فوق يا ساتر فلوس الدوبي اللي وصيت عليها تندفع كم طول هذيك؟ 56 متر 56 متر؟ اي وين تبي تقعد؟ اختار يعني نعزمني على عشاء خلاص 56 متر ولا شيء يا اخي؟ اي لا لا اوف تدري شنو يعني 56 متر؟ يعني 56 واحد نفسي ونفسك واقفين فوق بعض متأكد هو سكر عاد لا حول ولا قوة إلا بالله يعبي عبي هواء دقات قلب عاد وصلت 190 200 لحن 110 تاريخ البترول والحفر نزلنا هنا الحين تبين انه ما صار شيء عرفت؟ ها؟ ورا عادي يا رايا عادي شنو يعني؟ بس الاصوات يا ريت هون علي الحين المشكلة إيه هون علي بعد ما خلص خلينا نلعب كرة سلة سلة يلا إيش دعوة ما عناك واحدة دشت حلو ولا أقدر أنا جرب أوكي يعني آخر واحدة خلينا نقطعها جرب الحين انا اللي اتحكم في الرحله فالرحله كلها بتكون تير لا تحملها اكثر من تير حسيت اوكي انا حاسس ما راح يعني ما راح توصل انك انت تسوي شو تسوي؟ انت بي انت اللي تبي ايش مالك؟ اوكي هلا شي بلنس بلنس عطر بلنس وانت قدام شوي شي ايوه اوكي لا تعقلوا ايش احنا جيم على النجوم موجود ايوه حلوه هذه تعتبر راحه ما بين الالعاب مين فاستمتعت تهوي شوي اي تهدي شوي
تروح شوي الحين المفروض احنا وين بنروح؟ ايش رايك انت؟ ما ادري يا اخي في مجمع هني. اسمع بس ما راح ابدل. اوكي عادي خليك باللي لابسه. يعني 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 حرفيا المكان تعيش تجربتك. بالضبط. زين والحساب على منو هناك؟ وين في المول؟ ايه قهوه بقهويين. لا مو قهوه. ها تكلمنا شوي بس عن المكان اللي احنا فيه حاليا. اكيد طبعا احنا بنتو اكبر ديبارتمنت ستور في الشرق الاوسط كله. احنا بنتكون من 600 براند وعندنا كمان لكجري ديبارتمنت. طبعا احنا دلوقتي حاليا في الجراند فلور، هذا بتكون فيها الجولري والواتشز. زي ما انت شايف عندنا لويس موبيل، هذا البراند اكسكلوسيف فيرست مره في الدوحه، بريمير في فرنسا، اول مره يكون عندنا. يعني هذا اللكجري سكشن، هذا اللكجري الهاي جولري. اوكي. بعد كده عندنا بيتكون من طابقين هو الديبارتمنت ستور، واحنا عندنا 600 براند منهم 210 اكسكلوسيف اول مره حاصل في الدوحه. ايه رايك نحن نطور مع بعضينا ونوريك كل شيء مع بعض؟ يلا نشوف. طبعا احنا دلوقتي حاليا في الام 1 الطابق الاول. الطابق الاول بيتكون من هذا القسم الفوت وير ديبارتمنت، هذا بيعتبر اكبر قسم في الشوز للليديز في الشرق الاوسط كله، بيتكون من 80 براند او 70 براند ماكسيمم. يعني ده حاجه كتير كبيره جدا، وفيها بعض كمان الباجز وبعض كل شيء. الطابق الاول نعم، واحنا كمان على شكل دائري. يعني مساحه المجمع كله 40,000 متر سكوير دائري. يعني احنا عملنا دلوقتي التور كامل مع بعض، هنرجع تاني نفس النقطة ان احنا بدأنا منها. يعني انت مو معطيني فرصة، لازم اشتري. لازم هو هي الميزة الحلوة ايه؟ مثلا الكلاينت او العميل لما يشرفنا يخش بيبقى كل شيء متاح بالنسبة له، مش محتاج ان هو يدور على شيء، لان المجمع عندنا متكامل من جميع كل شيء. عندنا الريستورانت، عندنا الكيدز اريا اللي هي الكويست اللي يقدروا يلعبوا فيها كم شوي، وعندنا الكيدز ديبارتمنت فيها برضه العاب الاطفال. احنا انا من الاشياء اللي مثلا شفناها واحنا قاعدين نمشي ان حتى في نفس الكوفي الصغار على جنب. نعم يعني طول ما احنا نتمشى في ايس كريم في كوفي في احنا عندنا 14 مطعم وريستورانت وكوفي. ده اللي يهمنا ان احنا نكون العميل يكون شايف كل شيء متوفر له وكل شيء فليكسيبل اند ايزي. Thank you.